أهلا وسهلا. وصرنا نعرف إنه هيدا مش برنامج، هيدي حضرة. البرنامج يعني بروجرام، عندي بروجرام يعني بشفرك. ما بدي شفر حدا، بدنا نفك الشفرة. فإذا هيدي حضرة أنا ما بعرف شو بدي أحكي. النهر ينهر، بجيب معه أوراق وصور هي، بس هو النهر اللي عم بيحكي. نحن أصبة بامبو، وهالكون هالوجود بيحكي من خلالنا. ظل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى صرت يده وعينه. بتتذكروا هالولد الصغير؟ وهيك رح يكون عنا مثلهم بكل مؤسسة. أول شيء منمون على أهل البيت هون، رح يكون عنا حدا منهم يلي هيك بيمشي شوي مدري كيف وبدي يشتغل معنا بنيو تي في. بيكون بواب، بيكون شي مطرح حارس، ما بعرف، بس إنه لازم نشوفهم تنقول نشكر الله الحمد لله. نحس إنه في نعم كتير كبيرة فينا ما بنعرفها. وأنا بعيش معهم، بس أطلع لبرا هيك أشكالهم حلوة ومهضومين وبيحكوا حركاتهم بيفهموا في منهم كتير. خبرتكم واحد حاملته وطالعة في أنا بالطابق الخامس، وصلنا على التالت. قال لي وين 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 أنت بيتيت؟ قلت له بالخامس. مارة كبيرة، مارة كبيرة، يا ريتني حمارة. لازم كنت قل له بالتاني، يعني بعد في اثنين تنوصل على البيت. ليش قلت له خمسة؟ بيعيشوا اللحظة، ما عنده تاريخ، صار هيستوري تاريخ آخ، وما عنده مستقبل. Now is the only time، الآن. بعد اثنين، مشان هيك بده يكونوا عايشين معنا. جون كينيدي وقت طلع رئيس جمهورية، بتعرفوا كاثوليكي يعني، هيدا جيب اخته على الانوغريشن، بس شافوا اخته استحوا. فاذا اهلا وسهلا فيهم كل هالولاد المميزين المعافين، هيك اشكالهم مختلفه. واهلا وسهلا شو بيقدروا يشتغلوا بالتلفزيون عندك بالمحل على الطريق. ونحترمهم ونحبهم، مش من باب الشفقه، من باب الشكر، لان هو اللي حمل عني. بطلبهم من رجال الدين بالمسجد بالكنيسة دايما يخبروا انه هذا كل واحد منهم مسيح، كل واحد منهم محمد. ان كنت ببلد اسمه المغرب، مين معيط لك يا محمد بدك ترد؟ ما بنضربهم بالحجار، ما بنستهزئ فيهم. هودي بسببنا هن سفنجة بيسحبوا من الماما او هيك هالوجع، مشان هيك الام بتحبه اكثر شيء. فاذا ما بقى في معاق، المعاق هو الانسان يلي ما بيعرف بالحق، مش يلي شكله مختلف. يعني نحن بنقول نعمه كامله، خلقه كامله، نعمه زايده. هلا ما بقى في اخوتي بسبب هالطعام، بسبب هالتياب، بسبب هالشفره اللي محطوطه فينا. شوفوا هلا شو عمل اوباما، أكبر شفرة قوية شفر الناس فيها. قاموا دغري ضده، حطيت على الموقع. عم بيجربوا يشيلوها دغري من كل الموقع، خلص. واحد بيشوفها بيقدروا يمرقوها. إنه شو عملت بالعراق؟ ما رح فيك تاخذ شيء من أمة العرب، أي حرب ربحتها أمريكا؟ أبدا. ولا حرب. ما بتربح. الحرب يعني النار، ما بتنطفي بالنار. وقت بتحب النار بنطلب مي. قريبا ما رح يكون في مي تنشرب، كلها رح يكون فيها بترول. فاذا نوفر قد ما بنقدر بالمي، بيقولوا لك هيدي هديه، ما تلفوا بورق، ما تستعملوا البلاستيك. شوف قد ما فينا، هيدي امنا الارض، اذا بزقت عليها بترد لك اياها، هي رحمتها وعدلها. فاذا قد ما فينا نوفر بالمي، نوفر بالزباله، يعني هيدي نفايات. انت قايل مش نفاية، انت مش قايلة. تقعد على الانترنت، اقعد عليها، بس عرف كل الوقت مش ايدك هون ولا شيء، وقوم وغمض عيونك هيك شوي، انت بتعرف كيف بدك تقويهم. قريت من مدة انه الليفر الكبد عم بيجي سرطان كتير من مواد، رح اقولها بالانجليزي سموكت، هالكلمة، كيف بيدخنوا البزورات، كيف بيدخنوا الأكل، كيف بيدخنوا الخبز. بعت قالوا لي إيه، بدي أجربها فيي.
أكلت تقريبا كل يوم أنواع كثير من المكسرات من هون ومن هون ومن هون، أغلى شيء أرخص شيء كله بزر ماشي هيك. دغري ضربت عيني هون، هيدي هون الكبد، هيدا كله الكبد، هيدا بجرب بحالي. فإذا انتبهوا، يعني يجوز أنت تنصاب أكثر أو أقل أو بس كل هيدي حقيقة بالعلم. نحو هيدا هو الكتاب، عندك 20 مطخنة، 8 قواطع، 4 أنياب. إذا رضعت من حليب أمك ما في لزوم تاكل مواد حيوانية، إلا مثل ما قال الحبيب أكل لحمة حيث لا ماء ولا كلاء ولا نار كل 3 أشهر تشافوا ببيته وعنده المضغ مضغ مضغ مضغ. هلأ هيدا هو العلم. هلأ ناس عم تجي من كواكب تانية، يوفوز وغيرهم، اوت اوف بادي اكسبيرينس، الاكسترا تيرستيال. انتبهوا بدنا نقرا عنهم. الكتاب بالعربي وبالانجليزي كثير موجودين على المواقع. بالعهد القديم على مركبه من نور ومن نار بيشوفوها مارلييس او الخضر او كل هو، كل ما شفتوا هالنيازك عم تجي فيهم مناح وفيهم عاطلين. ومثل ما عرفتوا هلا كانت كذبه كبيره وقت قالوا طلعوا على القمر. هيدا مش قمر اللي طلعوا عليه، بس تيوهموا الناس انه نحن عنا العلم ونحن هيك، والسعودي المعتر اللي طلع وحط العلم السعودي وين القبله تيصلي. يعني اينما توليتم فثم وجه الله قبالة القبله، الكعبه كبا الله، كعبه الله فيك، الله سكن بالبشر مش بالحجر. فاذا بدنا نفوت هلا بعلم ابدان واديان، علم ساعة لله. 23 أعطيها لعبد الله، أعطيها للدولار، بس ساعة للنور. نعم، بشكر اللي عم بيبعتوا لنا انتقاد سليم وشو ما بدكم وغيره بالانتقاد. تحيا البلاد قال كل نهار جمعة بأمة العرب نحن نريد الشعب إسقاط النظام، بس كل نهار جمعة على تلفزيون الجديد مع محمد كيلاني رفع المقام. نعم، والمخابرات دايما بتبعت وراه وقال لهم بس بدكم تقتلوني، انا بجي بحب موت بوعي باليقين، يقيني يقيني، لانه اليوم هالعلم اللي عم نحطه ممنوع من بيت الابيض شخصيا، من الاف دي اي، من كلهم. وهلا بالجيت يعني عم بيقول اذا بنروح على امريكا انا ومحمد وغيرنا بيعمل محطه. قلت له شو الدفع؟ بدهم يسبوا بالعرب بالمسلمين بأي طريقة بأي شفرة. إذا حيكونوا 3 مليار يكونوا 10 مليار، بس علمهم الإسلام ساعتها بيحكم السلام عليكم مش السلاح عليكم. كم 100 مليار دولار عم نصرف على السلاح هاي سنة 2010 وهلأ أكثر. ليش مش السلام عليكم؟ ليه ما منعيش حياة الخلفاء؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر يا حبيبي. انت قلناهم بالكلام، لا بالسعودية عشناهم ولا أي عربي. بدنا قصور وراء قصر وراء قصر، لا برج الخليفة، هيدا برج الجيفة يا أخوتي بسببنا، منعتذر من الخليفة. أنا فت على بيتك وشفت عندك كتب مهمين كتير. عبد الله كيف بتسمح وسائل إعلامك؟ انت وقتها ترجيتوني كلكم تبقى معكم بدبي وهيك، وكنت بلشت اطلع على هون التلفزيون وتلفنت، قلت له بتعطيني الحريه؟ قال لي لا هوني. تلفنت لهون لخليل قال لي ايه خدي حريه اللي بدك اياها. وهديك ما بقدر لكم كميه الف دولار ومليون، وهون قبضت شهر بس، الباقي قد ما ادفع قليل، اعطوني حريه. وعندكم من سيربح المليون والملعون؟ ما في برنامج، كلهم منحطين في هالحضرة وبس. فإذا شو ما عملنا بأي وسيلة إعلام ما بدنا منكم شيء أبدا، ميل البترول ميل حرام، بدي ميل الرسول، الصدقات والزكاة. فإذا بهالمقام رح أحكي عن مركبة من نار، مركبة مارلييس، فيكن تشوفوها ب 48 دقيقة. إذا فيكن تقعدوا شوفوا هالشمعة، فيكن تحكوها وتشفروها بتتحرك، بتجمدها وبتحركها،
تتناغم انت وياها 48 دقيقة. إذا فيك ما تعمل بلينكينج، انتو كلكم بكتار بتكون بتقولوا لي مريم ما بتعملي هيك، لأنه مش الفكر اللي عم بيحكي. وأنا تحت الأرض هون بالبيت تقريبا ما بعمل أبدا هيك، هون في تلوث، وقت بيصير في ملح بالجو وتلوث العين بدها تغسل حالها بتعمل هيك، غسلوها مش بمية الملح، في مي فيها حلاوة يعني مقطرات، بتشوفوا شو محطوط على الموقع عنا، بتحطون وبتغسلون. بتحطوا في طرق كتيرة حتى العين تقوى أكتر، فيها بصر وبصيرة. فإذا وقت اللي بترجف كتير العين مثل الولاد بنلعب، خفتوا من الكلب؟ لا ما خفت. بلا خفتوا من الكلب. ليش ما قال لبسينة؟ لأنه الكلب ما فيك، إذا مرق الكلب ما فيك تصلي، العكس تمام. لبسينة همينج، العصافير همينج بيرز، الكلب هالطاقة هي ذكر وأنثى. فإذا قد ما فينا يوميا دقيقة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، خمس دقائق ثلاث دقائق دقيقتين فين انتباه. بس هيك دقيقة، إذا هلا إجا الموت ما في له عمر وما له زمان، وين بروح؟ ما بعرف. بلا فيك تعرف، عرف لمن عرف مش هونيك، ومن عرف اعترف أنه هو الأعلم. بس ليطمئن قلبي بقول لك، مشان هيك وقت قدم ابنه ضحية هيدا رمز النعجة. قالت له الله قال لك؟ قال لها ايه. اجت زمزم، قالت له زمزم بدي شوي مي لابني، عطاها، طلبت القليل بصدق مش لإلها، للي عم بيموت، يلي اهم وارحم وافضل. وهيك المسيح لما حمل الحمل وقال انا حمل العالم، انتبهوا، حامل خطايا العالم. انت بدك تحمل صليبك وتتعرف على الغلطه اللي انت عم تعملها، هو ما بيحملها عنك، بيعرفك عليها. قال لك خذ كل هذا، هو جسدي، تغير لك جسدك، وبعدين بغير لك افكارك ونويك واحاسيسك. ورابع مقام لا اله الا الله، هو بيجي، انا ما بعرفه لا الله، هو بيجي لعندك. النقطه بدها تعرف المحيط، بس هالنقطه بتصير تفتش مثل الولد بصير يصرخ، شفتوا مره ماشي بلاي هي امي، بس يصرخ تسمع صوته بتجي. فإذا بدنا هالكتاب خير جليس، هالحضرة اللي بتكون معكم هلأ هون، ما في أي برنامج، إذا بتسموهم برامج، بكل التلفزيونات الأم العربية حدا بيطلع وبيقعد ست سبع ساعات ما بيقرأ. هيدا فايض مش من الحوض، هون فايض وغايض وحيض. فإذا بدنا كتاب لعنا إياه خير جليس، قلت لكم ما بقرا الا اوشو 95%، ميتشيكوشي موجود بكتب اوشو، بسميهم ماكروبايوتكس. هلا صرنا ما بدنا نستخدم اي كلمات غير عربيه، الطب الطبيعي، الحياه الطبيعيه، ومن كل شيء ذكر وانثى، الانفعال يلي هو الايموشن، الرحمه يلي هي كومباشن. نحن ما عندنا رحمه بامه العرب، إجا رحمتك وسعت كل شيء رحمة للعالمين. عنا انفعال بدون فعاليات. بشكر هالشيخ يلي بالعراق، وأهلا وسهلا فيك. هيك عنا راهب أنطوني حليم أبي عبد الله، هالمحطة إلكم ترفعوها، بتشوفن لا هو مسلم ولا هي مسيحي، ما عندن التوحيد. بدنا كلنا، هالجسد هو سفينة نوح، ما غرقت تيتانيك، غرقت العلم والعلماء. تتذكروا واحد عنده معمل تعطل، جابوا واحد شو بدك؟ 10,000 دولار ما مشي، الثاني 20,000 ما مشي، الثالث قال له بدي 100,000، قال له هوديك جايبين معهم مكانات ومدري شو وما قدروا يمشوها، ان جايب لي معك فراعه قدوم هيك بدك تمشيها؟ قال له لا طلع فيه، هذا القدوم هيك صغير ضرب هون مشي المعمل. قال له على هيك الضربة بدك 100,000 دولار، قال له لا على هيك الضربة بدي دولار، بس تعرف وين بدي اضرب،
تربط المعلم. سو ما تغالي إلا بالغالي، والغالي رخيص لأنه كل شيء غالي بريحك للعمر. يعني وقت بتشتري شغلة رخيصة يعني بترجع بتغيرها وتغيرها. الرخيص غالي والغالي رخيص. ما تسوي لا على نفسك ولا على غيرك، لأنه وقت عندك شيء منيح بتعطي ممن تحبون، وقت اللي بتعطي رجعت لك. الإنسان بحب يعطي إنه أنا أعطيتك، إيدي فوق إيدك. بس وقت الواحد بده ياخد بتكون أقوى. قديش عندك تواضع تتاخد صدقة جارية؟ شو ما عطيوك إن شاء الله بتكوني بنت الملك والملك إنت. مين ما عطاك؟ هذا هو فرح العطاء. بيكون بأي غاية بدون أي شيء. بس مش بس بالكلام، كلنا عنا مؤسسات إنسانية ما عملنا شيء. قد رفيق الحريري ما علم، وهلأ شو عم تعملي ليلى الصلاح؟ أنا ما فين أنسى أختك، وقالوا لي أمك كمان. وين راحوا بيت الصلح؟ أي مجال اللي بتقروها شوفوا، من 75 سنة هاي مجلة عم تحكي نفس الكلام اليوم كله. وين في كهرباء الأول؟ ليش دخلك قرروا يعملوا الانتخابات بنيسان؟ حتى إذا كذبوا أو زوروا يكون كذبهم طبيعي. هلا قوم من قبل نبر لاقوه من هون، عم تقول له حتى نكسر بيضات العيد. قلت له احنا كل يوم في بيضات العيد. قالت له يعني حد شو في يعني انا ما ادري شو قال هون، بتعرفوا وقت بيقول بيضات العيد شو عنا مين بدي كسرها يعني. وهون لحقوه بالانتخابات، وهيدا الديك هيدا واحد من الحكام بهديك الايام. قال له عم بيقول له الدبور طيب اكسرها بقى وخلصنا، بدنا الصرف نشوف شو فيها هالانتخابات. وما عم بيقدروا يعملوا حكومة بهيك وقت. ليش؟ قال له يا خي هي بده هالكرسي، هي بده هالكرسي، هي بده هالشنطة، هيدا بده هيدا حقيبة، كلهم حقيرين. أي متى بده يكون عندنا وزير من نور؟ أي متى بده يكون عندنا إنسان يعرف إنه هيدي مسؤولية عم تحملها؟ هالكعك من هالعجين، هيك التربية، هيك تربينا. كيف بدنا نسرق الحكومة؟ أنا بيي كان عنده واحد بياخذ 150 ليرة بالسنة يعلمه كيف ما ندفع ضريبة. هيك كان شيء شاطر هيدا. مين عندك في هالحكومة سراقة؟ أعطيها لو هي سراقة. أنت تكون منيح، شو دورك؟ وقت ريغن طبخت له رئيس جمهورية أمريكا يعني وهيك صح من السرطان بخده، أكل هالأكل وهو يعني وأنا لبنانية، راح على كندا وقال له صحيت لأنه كل يوم بيكل دجاج. قلت له ميتشو يعني هو رئيس جمهورية كلهم لصوص بيبيعوا هيك؟ قال لي اعملي اللي بتعرفيه ويعمل هو اللي بيعرفه. Do what you know, do what you are here for. عشان هيك الأمل منا بالسياسيين، اسمها سياسة مسياسين. الأمل باللي مكتفي وعارف إنها هي لعبة كبيرة وكذبة كبيرة. أنت يكون عندك هالقناعة وتعرف كل من عليها فان. شو دوري؟ وين أخرتك؟ وين الوطن؟ وين رايح؟ كل المدارس يا أخوتي شو عم بتعلم؟ هلأ بلشتوا تحكوا من 50 سنة عم نحكي عن الطعام، عن المدارس، عن الشنطة، عن الكتب، عن هالمأكولات، عن ثيابنا، الأدوية، المشافي. هلأ فقتوا بس بدون حل عم تحكوا بس العلة. أنت عندك الحلة، أنا عندي الحل، والحل موجود بكل عقل وتوكل. نعم، هون الفرق بين اللي بتسموه أكل أورجانيك ومنه أورجانيك، طبيعي وغير طبيعي. هو هالمثل، رجلين عريانين، واحد لابس جرافات والتاني عريان. هي الفرق بين السكر البني والسكر الابيض. انك تروح تاخذ اكل طبيعي من السوق الطيب، ابدا ما بروح خبرتكم، هذا سوق الميت، مع انه ضحيه الضحيه هالناس اللي هونيك وعلى راسهم كمال مزوق. ضحيه الجهل كلنا. الناس عم تستخدم بعضها حتى نطلع مصاري وصير انا مشهور وبي ار وهيك وبطلع ميل، عندي مؤسسات، عندي هالمؤسسات. الحرام بيروح هو وصاحبه يا اخوتي، والحلال بيروح. بعت أنا 500 كتاب من كتاب الحكمة يلي البيت الأبيض شخصياً منعها، الكتب تنزل بأمية العرب ما فيك تمنع على حي على المواقع كلها.
500 كتاب صدقة وحدي بعتت لي 5 دولارات بس العوينات ب 300 دولار، ب 3000 دولار، والصرمية بكذا 1000 دولار، واشتريت كل كتب البورنو من المكتبة من حدنا، وقال وين بدي أصلي؟ قلت لها مش أنا هيك، ما حدا بيحضر منا بقى، هاي مكتبة. بشكر اللي عم ببلشوا يحكوا إنه ليش ما بيحبونا نحن كمسلمين أو كعرب. الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل، لماذا يكرهوننا؟ كل أوروبا هلأ وبتعرفوا وين مكانوا، أمريكا وهيك المحجبات وشو عم يعملوا فينا. هل يرجع ذلك إلى خطأ فيهم فقط أم الخطأ فينا أيضا؟ يعني هل إنهم يستعلون علينا فقط، معتبرين إنه نحن المسلمين مخلوقات من الدرجة الثانية، أم إن واقع المسلمين لا يبعث أيضا على الاحترام؟ يعني بقراهم بالأرمنة، بس نحن السبب، ما شافوا من الإسلام إلا الإرهاب، مع أنه الإسلام انتشر شرق وغرب، حطوا خمرة، حطوا سكر، وقعنا بإسبانيا ورجعنا وقعنا، وين ما رحنا أبري ما عملنا. العلم طلع من أمة الوسط، هون طلعت الأنبياء، هون الحكماء وهون العلماء. العلم يعمي والجهالة تعمي، لا تتطرف لا بهالحكمة ولا بهالعلم. هيدا عم بيروح يجيب كمبيوتر من هون، وهيدا عم بيروح بيجيب أكلاته ويلبس مثل الدليل، ما الدليل ما غير، وبشو السبب؟ سألوا له مين عطى الكتاب وعند مين راح. It's too late، ما في لزوم تروحوا لمطرح استفتي قلبك ولو أفتوك. كل واحد منا هو يسأل حاله مين المسؤول، السائل هو المسؤول. ما شافوا شيء من الإسلام أبداً، لماذا يكرهوننا؟ حلوة هالقصة عن الفرق بين المؤمن والمسلم. قالوا له أنت مسلم؟ قالوا لا أنا مؤمن. قالوا شو الفرق؟ قالوا هيدا ما بيكذب. اللص التقي، في شاب كثير تقي وفي طلب من شيخ، والشيخ هيئته بفهم محترم، قال لهم كل واحد منكم يروح يشوف بيو شو عميل يشتغل مثل بيو، بس يكون عنده تقوى، يكون عنده صدق مع نفسه، يكون هيك. راح سأل أمه، قالت له بيك مي شو بدك بهالقصة؟ قال لها بدي أعرف بي شو كان يعمل. استغفر الله استغفر الله يا خي، مين اللي خبرك؟ قال لها الشيخ، قال لي بدي أشتغل مثل ما أشتغل بي بس بتقوى. قالت له بيك كان لص. قال له طيب بي لص. صار يفكر شو يعني اللص وشو السرقة وما أدري شو هيك، وقام اتكل على الله، صلى صلاة الفجر ومشي. هيدا فقير ما بدي أسرق له، هيدا بعرفه كمان ما بدي أروح أسرق من عنده، هيدا بيت للأيتام، هيدا رار للأيتام. والله هالقصر في تاي، الحارس غافل عم بيشكل شو قصر كبير هيك هيك. يلا فيت 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 هون مكتب، هاي الخزنة، فتح الخزنة، أخذ هالدفاتر صار يقرأ. له زمان مش دافع صدقة وزكاة، لك لك هون الوصول ده بياخد قنديل معه، مضوى هالقنديل وهي. ايام وقت الصلاة هلا، طلع لبرا، صاحب البيت قال له لمرته في حدا هون معه قنديل لك عم بيصلي، شو هي؟ مين فتح بيتنا؟ هي الحارس وينه؟ راح قال له هلا انت صاحب البيت، يعني انت بالصلاة وانا ضايف عندك، انت التكريم لإلك. قال له مينك انت؟ قال له انا لص. قال له لص وجاي لعنا؟ قال له هلا وقت الصلاة خلينا نصلي. صلى. قال له كيف انت لص؟ قال يا اخي هي شغلتي انا لص، بيي كان لص وانا لص مثله، وجيت هلا تاسره، اجى وقت الصلاه هلقتني بس فت لجوا كشفت دفاترك ولقيتك منك دافع منك دافع من. قال له كيف عرفت؟ قال له انا زلمه يعني عندي حساب محاسبه وهيك مشتغل، بس هيدا تعال شوف لك دفاترك. قال له انت صادق بسرقتك وانا كذاب بشغلي، يعني عندي بنت وحيده ما عندي غيرها، تجي انت امك تسكن معنا تتجوز بنتي. وهيك كان تاني يوم صهر البيت، يعني كذاب صادق احلى من هي الصادق الكذاب. وين بدنا نلاقيهم؟ بدنا نرجع الى هالصدق اللي فينا. يعني بتتذكر وقت الزانية عم بيدفنها الحبيب مشي على راس اجريه انه هي زيني، استحوا كلهم صادقه.
كانت هي بيتها هون والرجل الدين الشيخ الخوري الامام مدري مين هون، كل الوقت اللي يا الله طهر قلبي مثله. كم واحد صار فايت لعندها، انا ما فيني فوت، انا شخصيه معروفه بالضيعه يعني. وهي هيك ماتوا اثنينه، قال له انت انزل لتحت. الله الله رب قلوب، قال له ما رب جيوب، دفنوك وجابوا لك ميداليه وشو هيك بصيروا يكرموه بس يموت، وبدل في كرسي الشاشمه ما بيحطوها باسمه للغني، كله باسمه من المطار لهون لهون سعد كله. وهي الله تطلع بقلبها، هلا قاعده هون ما دفن الا الراعي والكلب. فاذا كل واحد منا يشوف وين النوايا، كوني صادقه، تقعدي مع جوزك وما بتحبيه بتحبي غيره علنا، قولي له انا بحب انطون، بحب عبده، بحب محمد واحمد وعلي، مش انت ابغض الحلال، هذا حلالك. كل واحد منا بده يقعد مع جوزي بس لانه عندي اولاد. لا، اولادنا كلنا واخوتنا كلنا اخوه، ما نكون صادقين. كتب الزنا على ابن ادم في جميع حواسنا، مشان هيك وصلنا لهالانحطاط. سيأتي زمان ستكسب الأم، صرتوا تعرفون الأمن العام هي أمل، بصير يعمل بيب بيب. معلش هي فوهبة، فيها تجي على الماراثون مع رئيس الجمهورية ومع سعد الحريري، بس بيستقبلوا عالم؟ لا. فيك تحكي عن الام ام اس انه هيدا بيشيل السرطان ب$20؟ لا ممنوع، بصيروا يتفلكوا ويسعفوا يعني. موجود الكتاب وموجود الام ام اس عندي، وعم يتركب هلا هون بلبنان بكل بيت مما يليك. منك بحاجه نستورد ابدا، بدك تكون صادق، بس انت صادق بعلمك بفهمك بجهلك هالقد بنعرف، والعلم بزيد بالتعلم كما الحلم بالتحلم، بس بتكون صادقه. مش حدا يستغلني وانا اعرف انه عم بيكذب وعم بيستغلني، خبرتكم كلهم ما لي علاقه، تركتهم كل اللي تعاملت معهم بلبنان، من بيت النور لهيدا بعمشيت لبيت السلام لبيت الصحه لهيدي اوديت وكلهم حد اوتيل ديو، كله كذب. وانا ساعدتهم كلهم ماديا كلهم، حتى يلي جابت الميكروبيوتيك هذيك لو شفت جوزها قلت له حدا كرمك مثلي ماديا ومعنويا؟ عم بهدلكم لو لقهر الحال لما بحطوا بالمحار. هيك كنت بس كان عندي فايض، واللي اعطيتهم رجعوا لي كلهم اضعاف. انتوا وين رحتوا؟ صرتوا كلكم ولادكم حرام وانتوا حرام والحرام بروحوا وصاحبوا. ما في شيء اسمه ميكروبيوتيك بلبنان ابدا، ما في شيء اسمه اورجانيك ابدا، كله كذب ونفاق، كله كذب وسببنا. كل مما يليك، شوفوا اهلنا كيف عاشوا، وان تقوي نوييك وهيدا هو النيه. حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر، خلصنا. سمي الكل، والسم بيتحول الى سمسم. شو اللي بتحبه جسمك ما بينضر اذا بتاكل اللي بتحبه، كل الاولاد بس نحن بنخوفهم. وقعدوا تقروا الكتاب خير جليس. ما بعرف اقرا، هذه مشكلتك، انا بدي اقرا عنك. مشان هيك صاروا يفهموا انه اللي بده يتبهدل بيتلفت لمريم نور. نعم، اسئله العرب ما بيقدر لكم شو هالسبب، ليش عنا هيك سؤالات سخيفة؟ جهل الجهلاء من تقصير العلماء. ما فيني إلكن يعني، ما بتصدقوا هيك في سؤالات. بسكر دغري، ما عندي وقت ضيع مع الأموات. عدوا تقروا، لأنه هلا في عندك، ما فيك بلد ما في أرض إلا ما فيها هلا أثنين إنترنت وكمبيوتر. الخدم كلها بلبنان حاملة هاي. الكمبيوتر بإيدك قريبا هون، فعملها هيك قد إصبعك، ومنك بحاجة، فوتوا على الإنترنت. وفيك انطوى يا سارية الجبل. قال مرة تلفنوا لبنتك عم بتموت، يا الله شو بدي أعمل، بدك تروح تجيب دواء من الصيدلية، طفشت باب السيارة. يا الله كيف بدي فتح الصيدلية، ما بقى معي المفتاح وما فيني أخذ للدواء ومصريات جوا وهيك، وبعدين لقيت واحد قال دخلك دخلك هيئتك إيدمي بتساعدني. هلا انا ادمي شو القصه؟
قالت لها السيارة، قال لها ايه ما عليك، تك حط حديد وفتحها. قالت له بشكلك لطيف وادمي، قال لها اول وحده بالعالم بتقلي انت لطيف وادمي. قالت له شو بعمل، قال لها انا حرامي، قال لها طلعت من الحبس، شغلتي بسرق سيارات، بعرف افتح السياره. غمرت وقالت له يا الله حتى بهالدقيقه بعت لي حرامي يحبني. فاذا وين ما كنت وشو ما صار باي ازمه يا ايوب ما تخافوا، تذكروا الحلاج، قالوا له عم نموت، قال له بده ايانا نموت. وقع واحد قال له إرادة الله لتكن مشيئتك لا يصيبنا إلا، أدرى بحالي وأغنى عن سؤالي. شو هي؟ صار في نار ومرقوا معزيات بلا راعي. شو هي؟ إجا الراعي قال لهم أنا كنت بدي روح هيك، ما بعرف ليش جيت هيك. فإذا هو اللي بيحبني أكثر من أمي وبيي، هالألوهية. كل واحد منا انتبهوا، المبذرون إخوان الشياطين بتقولوا كلمة حلوة كثير، ما نبذر ولا بشيء، نحن على شفير الهاوية. تؤلف لا تؤلفان، إذا بترجعوا العهد القديم العهد الجديد نوستراداموس شو قالوا الحبيب، كل الأولياء والأنبياء. ننتبه، ننتبه الأكل بأدب بمضى، يكون عندك كتاب وخير جليس، منلطف الأجواء. قالت لو ليه؟ ولي ليش طلقتي؟ قالت لها بخبرك، بخبرك ليش طلقت. اسمعي، كان عيد ميلادي، قلت انا هلا جوزي اليوم الصبح بده يقول لي هابي بيرثدي، يعني هابي بيرثدي هابي سخنه، مسك الجريده، قلت معلش الاولاد، مرقوا الاولاد، طلعوا فيي لا جوزي ولا اولادي، ولو يعني انه مره اذا بتنسى عيد زواجك او عيد ميلاد مرتك خلص يعني راحت عليك، تصير تتذكروا قبل بشهر وبسنه. راحت على الشغل ما قال شيء كمان، ما هو عارف يعني عنده هيك. ساعة 2 بيخلص الشغل، ساعة 1 هيك جاب له وردة وقال له اليوم عيد ميلادك. قالت له منيح منيح لحدا تذكرني انت هيك، واجت الفكرة. وهو كمان قال لهم رح نتغدى بالمطعم، رح نتغدى بالمطعم. قال له ليكي حد هالمطعم بيتي هون، يعني نجي على البيت ليه بنروح على الاوتيل، ما بدي اروح معه، هيدا جوزي وولادي، هو اللي بحبني هو اللي تذكرني. راحت قال لها ليكي هلا انا يعني بدي فوت على الحمام شوي، يعني احنا بالبيت سوا انا وياكي ما في حدا، واليوم عيديك وانا كمان بحب عيدك، جاي تعيدك يعني، وهي الطريقة هيك العيد. فات على الحمام وطلع لابس هيك البوكسر، وفتح الباب وفات جوزها واولادها واصحابها ومعهم جاتو هابي بيرثدي، وهي كانت تشيل حتيبها. فإذا انتبهوا، ما تصدقوا الكلمة إلا عند النهاية، انطروا انطروا، بس حدا يسألك أو حدا يقول لك شيء انطروا شو بدها تكون. تتذكر وقت الولد إجا وقال له مامي بدي خبرك، البابا اليوم وصلني على المدرسة وبالسيارة الثانية إجيت أنتي سالي، وهو نزل من السيارة وهي نزلت من السيارة وأنا كنت عم فوت على المدرسة. هلا عشان نحن عم نتعشى خبره، انه عم بيتعشوا جوني اليوم البابا كيف اخذك على المدرسه وشو شفت؟ قال لها مامي انا اليوم رحت على المدرسه واجا بابي واجت انتي سالي بسيارتها، وبعدين هو وهيك حطني تفوت على المدرسه، وهي فتحت باب السياره ونزلت وانا طلعت فيهم هيك، وراح ورا الشجره وعمل معها مثل ما انت بيعمل معك بيع الحليب. نسمع إلى النهاية وتشوفوا، حتى الأطفال لما بيسألوا ماما أنا منين جيت ما تقعدوا تخبروا ماما ليش عم تسأل السؤال، بده سؤال، لأنه هو إجا من بيروت. ماما نحن من زحلة، زحلة من زحلة، نحن دغري بنعرف بدنا نحكي اللي بنعرفه. لا ما بنعرف شيء،
الكذبة بدها كذبة أكبر، مثل كل هالخطباء السياسيين ما بيعرفوا شو عم بيحكوا، ما بيعرفوا شو بدهم، ونحن منصدقهم إنه نحن منفهم. كذبة بدها كذبة، كذبة بدها كذبة أكبر. وين وصلنا؟ من ألوف السنين بعده قايين وهابيل عم بيقتلوا بعضهم، وبعده بيجي آدم لعند الله بيقول له يعني حواء عم بتقلي راسي وبيجعني، أو لك شو السبب؟ قال لأنك حمار. هلا بده هالعطسة ويبرموني. بعدنا ما طرحنا لورا لورا. هيدا قال له الحضارة، قال له حلوة كتير، مين بده يجيبها؟ ما حدا. بعد ما اجت الحضارة، بس إذا منرجع 100-200 سنة منشوف أهلنا كيف عاشوا. وبخبركم إن شاء الله لقيها، كانت بقهوة بالأشرفية، ومرة أصغر مني بالعمر يعني يمكن بالأربعينات، شافتني أنا قاعدة وقالت لي فيني أحكي معي. كنت شوي لطيفة الحمد لله، شي مرة بكون لطيفة. الآن بعرف سؤالت، وقالت لي أنا عايشة وحدي من الجنوب وعندي عشق إني أكتب، وكانت تتعلم بالجامعة اللغة العربية. وقالت لي لغة مدري شو، قالت لي كلمة حلوة كتير إنه لغة فصحى بس بسيطة. وقالت لي قدمت استقالتي، متجوزة وعايشة وحدي. قالت لي ندمت لأن قدمت استقالتي، لازم أشتغل شيء. قلت لها هير بيتنا بيتك وتعي. بس قالت لي رح أقرأ عليك شو كتبت. اسمها إنعام. يا جاي من بعلبك خبرني ليش ملبك؟ ملبك لأني بحبك ولأنك بعدك طفران، اتذكر إنك إنسان. يا جاي من الجية شو هتطلي البهية، وجودك أعلى هدية أغلى من أغلى المرجان. يا راي عالطاحونة ما تنسى تجيب لي المونة، بدي أعمل كمونة إلي وللجيران. يا راي عالحقلة اطفلي شوية بقلة، ووقف تركيب المقلة وخليها للنسوين، هلأ النسوين والرجال بيركبوا مقلة. يا راي عالضنية عطيني شوية حنية، وقف لي سوء النية لنرجع يلي كان. مهم كتير اللي عم بتقولون، ما بقدر إلكن قلتون، وحسيت إنه إنعام لازم تكون من اللي بيكتبوا كتب ويتقدروا. قالت لي عندي كتب كتير بس ما بعرف شو بدي أعمل بكتبه. تعطى نفتش عليهم هالناس بيطلعوا على محطاتنا، ولو كانت منحطة نجيب ناس بعمري وأصغر وأكبر إذا في كمان، يبلشوا يحطوا هالكلام اللي عشناهن، هالحياة اللي بطلت موجودة، ما بقى في إلا حياة. قال له سبحان الباقي بالحي، ما بقى في سبحان الحي الباقي. كلنا بدنا نسافر. إجا لعندي رجال وأنا ما بستقبل أبدا بدون موعد بدون تليفون، بس ثاقبت إنه عم صور للموقع بالبيت. باسم فتح جاي من السويد، السويدة بسوريا، معظمهم موحدين، يعني ما في موحدين بس إنه بيسمونا دروز. جاي عم بيحكي عن الأعشاب وجايب لي عشبة، قلت له كبيتها، شو عندك غير شيء؟ وسجلت شي 10 قدامه، قلت له عود اسمعني، والعشرة لإله عم بلطشوا فيهم، كل بيبيعوا أعشاب بيبيعوا أدوية، اللي عندهم كتير كرامات واللي مفكرين حالهم هن وصلوا هو النبي وهو الله وهيك وهيك، لطشته. بالآخر قلت له خلص إجا وقتك تقوم تفل. قال لي بس بقدر اقول لك شيء، يعني فيك تساعديني روح على امريكا؟ جاي تيطلبها، جايب لي معه قال مدري شو عصير. كل الناس بدها منك، انت ما يكون بدك من حدا، وما بقى تعطي حدا. انا اكتفيت فيها، فكرت حالي دائما بامريكا ابدا بتفتح الجرور وبتاخذ مع الجماعه، ما حدا بيقول لها اللي بتاخذهم بتردهم او ما بتردهم، شخص واحد منكون. بس هيدي بنربها هيك وبنشوفها بأمة العرب، منا موجودة، بدها تكون، بدها ترجع. مشان هيك بالخنشارة وأنا كنت تفكر وقت اللي رجعت وشفتك وليد جنبلاط وعطيتني أضرب أرض لبيك، أنت عارف أنا مع مين كنت وبعدني. قلت له بقى نعمل بيت للمعلم، أعطاني أرض هيك وادي. هلا بالخنشارة مش بالمختارة
أول كوخ والتاني والتالت موجودين عم بيطلعوا الكواخ، وكل كوخ نعم بده يكون كوخ مش أكتر، بس طول آخ عيونك بالأرض كل واحد منا بيحفر قبره ويعمله. بده يجي وقت ما نعيش أبدا ما نشوف المال، قريبا ورقة الشجر اللي بدك تاكلها هيدي ورق الحق، الدولار على الأرض بتشوفه ما بتلمه، كل المال تعتذر من إجرك ومن أمك الأرض. حوالي 20 سنة بدها توقع أمريكا وإسرائيل، من حفر حفرة لأخي وقع فيها. رابع رئيس جمهورية عملوا بنك قال لهم راحت أمريكا. هلأ بال44 أول واحد أسود أبيض مسلم مسيحي، هلأ الفاتيكان بده يجرب يجيب كمان بابا أسود، يعني عم نبلش نحط هلأ السياسة اللي عم تدخل بالدين. وقت السياسة بتدخل بالدين ما بقى دين، صار مؤسسة بدون دين.